المغرب أسود الأطلس تفوز بأقل مجهود بالقضية على منتخب غانا العنيد. أهلا وسهلا بحضراتكم. يمكن أنا منذ بضعة أيام قلت وعملت لايف قلت فيه من قال أن أسود الأطلس ضعيف، من قال أن أسود الأطلس يستهان به. المنتخب المغربي يفوز على المنتخب الغاني بهدف القاضية، ممكن بهدف رائع جدا للاعب سفيان بوفال، هدف أكثر من رائع ليتوج مجهود المنتخب المغربي، ولكن مش علشان هذه السعادة فقط فاز أسود الأطلس بهذه المباراة، ولكن بالبدلاء وبالغيابات وباللعيبة المؤثرة الغيبة. لك أن تعرف أن المنتخب المغربي الذي تصدر المجموعة سي على المنتخب الغاني وعلى جزر القمر والغابون متصدر حتى هذه اللحظة بثلاث نقاط متربع على المجموعة سي. غايب عنه في هذه المباراة لعيبة كثيرة جدا مميزة، لعيبة كثيرة جدا مهمة، يغيب اللاعب والنجم أيوب الكعبي، يغيب منير الحدادي، يغيب اللاعب ريان مايه، يغيب يوسف النصيري، وأيضا يوسف النصيري غايب بسبب إصابة في الركبة، ولكن غيابات مؤثرة لا تؤثر مع المنتخبات القوية بحجم منتخب المغرب. عزيزي المستمع، عزيزي المشاهد، لابد أن تعلم أن المنتخبات العربية واقفة على حيلها بشكل جيد، ولابد أن تعلم أن المنتخب المغربي هو المنتخب رقم واحد في العرب المتصدر التصنيف العربي، هو المنتخب رقم اثنين في التصنيف الإفريقي، يتصدر المنتخبات العربية بالكامل، وأيضا يأتي خلف السنغال القوي جدا كتصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يضع المنتخب المغربي كتصنيف بعد يعني الرقم اثنين أو المركز الثاني في المنتخبات الإفريقية ورقم واحد في المنتخبات العربية. حتى إذا اهتز المستوى بعض الشيء لابد أن تعلم أن المنتخب المغربي وأسود الأطلس منتخب عنيد بل وقوي جدا جدا جدا. منتخب المغرب اللي لعب في كأس العرب بجميع البدلاء وغاب عنه أسماء كثيرة جدا، فاجئنا ان هو ايضا وصل لأدوار محترمة ولعب كرة جيدة جدا برغم الغيابات المؤثرة عنه، وخرج ايضا بشرف كبير جدا جدا وعمل اداء جيد. جميع اللعيبة اللي شاركت مع المنتخب المغربي في كأس العرب لا تشارك في كأس الأمم الإفريقية، التشكيلة بالكامل متغيرة، التشكيلة بالكامل متبدلة، والمنتخب المغربي يفوز على طبعا بلاك ستار المنتخب الغاني العجوز المعروف عنه انه هو عنده خبرات افريقيه كبيره جدا. لابد ان يفتخر كل عربي بالافتتاحيه القويه جدا للمنتخبات العربيه وايضا بالاداء الرائع جدا من المنتخب المغربي اللي باين من بدايه اللقاء ان هو اكثر قوه وصلابه واحترام وتقدير انك انت تتفرج عليه كرويا احسن من البلاك ستار. وقلنا قبل كده لما المنتخب الجزائري فاز على البلاك ستار في مباراه وديه قلنا شابوه للمنتخب الجزائري. النهارده المنتخب المغربي يفوز على البلاك ستار في مباراه رسميه، ما بين الودي والرسمي لابد ان تحترم الرسمي وايضا تقدر الودي، ولكن يبقى الرسمي رسمي ويبقى الودي ودي. فاذا المنتخب المغربي يروض غانا بغصب عنها بارادتها، النهاردة ما قدرتش تعمل اي حاجة. بعض الصحافة اكدت بعد لقاء الجزائر والمغرب بفوز عريض للمنتخب الجزائري بثلاثية بيضاء، قالوا ان المنتخب الغاني بيلعب بالصف الثاني، بيلعب بالصف الثالث، خايف من الاصابات. النهاردة البلاك ستار نازل كامل مكمل، النهاردة البلاك ستار نازل كامل مكمل في افتتاح المجموعة في بدايته الإفريقية القوية، يأبى تماما أن يهزم في هذه المباراة، فإذا نازل بمنتهى الحماس، نازل بمنتهى الإصرار لكي يلقن المغاربة، هو ما يعرفش إن هم أسود الأطلس، نازل عشان يلقن المغاربة درس قاسي في فنون كرة القدم. ما كان من أسود الأطلس اللي بيغيب عنها نجوم كبار جدا أمثال أيوب الكعبي ومنير حدادي وريان مايه ويوسف النصيري النجم إشبيلية الكبير جدا اللي اتصاب أيضا إصابة في الركبة، نزلوا بالإصرار وبالحماس المتعارف عليه في الكرة المغربية ليلقنوا هم طبعا البلاك ستار درس قاسي في فنون كرة القدم بالغيابات الكبيرة والمؤثرة على المنتخب المغربي. ألف مليون مبروك وتحية كبيرة جدا للمنتخب العربي المنتخب المغربي، نتمنى لكم كل التوفيق، ولازم يا جماعة ندعم جميع منتخباتنا العربية المحترمة اللي تؤدي بشكل جيد. بكرة عندنا منتخبنا الوطني المصري كلنا خلفه، عندنا منتخب الجزائري كلنا خلفه، عندنا المنتخب التونسي إن شاء الله الأربع
كلنا خلفه، لازم وحدة عربية محترمة جدا ودائما كرتها العربية تكون في الصدارة. طلع التعصب، طلع كل الكلام ده، لابد أن تحيي أي منتخب عربي يؤدي بشكل رائع وتشكره وتجعله أنه يكمل. المنتخب المغربي المنتخب رقم واحد في إفريقيا بالتصنيف. بتسأل إسلام علوي رأيه في النواحي الفنية، هاجي أقول لك فنيا المنتخب الجزائري هو الأفضل بالأسماء وبالفنيات، ولكن إذا سألت الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا من هو المنتخب العربي الأول، سيقول لك المغرب بكل تأكيد، لأن هو ده التصنيف اللي وضعته الاتحاد الدولي لكرة القدم أو وضعه الاتحاد الدولي لكرة القدم. لما تقول من هو المنتخب الإفريقي الأول، سيقول لك الاتحاد الدولي لكرة القدم الجزائر ثم أيضا المغرب. فإذا المغرب موجودة برغم إرادتنا أو عدم قناعتنا أو اتفاقك أو رفضك، فإن الاتحاد الدولي والكرة والعالم كله يقدر المنتخب المغربي بدليل أنه هو المنتخب العربي رقم واحد والمنتخب الأفريقي رقم اثنين خلف السنغال العنيد. النهاردة فوز لكل العرب، فوز محترم جدا. دايما أنا كإسلام علوي أحترم أي منتخب بيلعب وغايب عنده لعيبة، بحب الإصرار، أنا بحب الإصرار، بحب الروح، دايما ده اللي بطلبه في فريقي نادي الزمالك. مهما يغيب عنك أسماء تفضل وتد وأسد وتلعب حتى آخر لحظة. النهاردة أسود الأطلس برغم الغيابات الكبيرة جدا عنهم ونزولهم، النهاردة غايب عنهم أسماء كبيرة تأثر في أي منتخب، أي منتخب. أسماء يا جماعة لابد أن تعلم أن هؤلاء الأسماء يشيلوا لوحدهم كل نجم لوحده ويشيل منتخب بلاد، كل نجم لوحده من الغيابات دي يشيل منتخب لوحده. أيوب الكعب يشيل منتخب، اللاعب منير حداد يشيل منتخب، اللاعب ريان مويه يشيل منتخب، النجم الكبير يوسف النصير يشيل منتخب. هؤلاء الأسماء رغم الغيابات والتأثير الشديد جدا 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 على المنتخب المغربي، ولكن يأبى دائما أسود الأطلس أن يهزموا في أول لقاء ليهم أمام منتخب غانا البلاك ستار. فلابد أن تحترم هذا المنتخب العنيد والقوي، ومن هنا من أم الدنيا مصر بقول مبروك لأسود الأطلس، برافو منتخبنا العربي المغربي، هذا الأداء الرائع بالبدلاء بالقضية الرائعة، وكنت تقدروا تكسبوا بدل الواحد اتنين وتلاتة، شرفتونا والنهاردة رفعتوا راسنا، ولابد أن نكمل المسيرة بفوز منتخبنا الوطني المصري إن شاء الله غدا، بفوز منتخب الجزائر، بفوز تونس، ونلتقي جميعا في نهاية البطولة، ويبقى نهائي عربي خالص، كلنا قد المسؤولية وكلنا عرب نفتخر بما يقدمه المنتخبات العربية جميعا. تحية إجلال واحترام لجميع المنتخبات العربية، والنهاردة تحية إجلال واحترام للمنتخب المغربي. برغم الغيابات تبقى الأسود أسود، برغم الغيابات تبقى الأسود أسود، ويبقى المنتخب المغربي أسود الأطلس، أسد وقوي وند وعنيد، وروح وجرنتة المنتخب المغربي تهزم حماس وخبرات المنتخب الغاني. مليون مبروك لكل شعب المغرب العظيم، بداية رائعة جدا، تصدر المجموعة سي. الآن المنتخب المغربي على صدارة المجموعة بثلاث نقاط، وقتي بعديه جزر القمر والجابون حتى الآن طبعا في انتظار نتائج المباراة، ثم بعد كده إن شاء الله هيتسلل المنتخب المغربي بسهولة على باقي المباريات، يعني هيقدر يفوز بسهولة على جزر القمر وأيضا على الجابون. أعتقد أن المنتخب المغربي سيكون على صدارة المجموعة سي بمنتهى السهولة بعد هذا الأداء الرائع، زي ما نتوقع أيضا المنتخب الجزائري القوي سيكون على رأس مجموعته، وبإذن الله منتخبنا المصري على رأس مجموعته، والمنتخب التونسي على رأس مجموعته. هكذا هي العرب، وهكذا هي هيبة العرب وأداء العرب الأكثر من رائع. مبروك يا أسود. تحت لحضراتكم إسلام علوي، بطولة رائعة نتمنى ليها يا رب استمرار التوهج والأداء الراقي، وتحياتنا لجميع فرقنا العربية وكل بلادنا العربية. تحياتي لكم، إسلام علوي، السلام عليكم.